دقيقة صمت. مسلسل يحمل توقيع الكاتب سامر رضوان صاحب لعنة الطين والولادة من الخاصرة أيضا، والمخرج شوقي الماجر الذي أدار الكاميرا في شوارع دمشق معيدا عددا من نجوم الدراما السورية إلى الشام. دقيقة صمت بطولة عابد فهد وستيفاني صليبة وفادي صباح وفادي أبي سمرة في رحلة محفوفة بالمخاطر والجرأة إلى أقصى حدودها. المحكوم الأول اسمه أمير فارس ناصر، كان مشكل عصابي مهمة تحصيل الديون. للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو زميل جميل ظاهر محرر الأخبار الفنية في العربية. جميل صباحك جميل. صباح يا جميل. لمن نقف دقيقة صمت؟ العمل ما راح نقف حداده، لكن حينما نقف أمام هذا العمل ما أبرز ما قدمه في هذا السباق الرمضاني إنجاز التعبير، وخاصة أنه يعني في الشام، هل خرج هذا العمل كما هو متوقع أم أن الظروف أو رغم صعبة؟ وجود فعلا واجه صعوبات هذا العمل، خاصة أنه أحد الممثلين للأسف توفي بعد تصوير أول مشهد. والمسلسل نفسه طبعا لما بيجمع اسماء، في بعض الاسماء مثل ما بيقولوا يعني ماتشنج مع بعض، بيقدروا يقدموا اعمال مهمه جدا. لما بنقول سامر رضوان ككاتب والمخرج شوقي الماجري لما له ايضا من خبره بعالم الاخراج، وايضا الممثلين اللي مثل عابد فهد وفادي صباح واندريس كاف وفادي ابي سمره ستيفاني صليبه، كل هالمجموعه فعلا في تناغم جميل جدا معهم. اياد ابو الشمات كمان اللي كان عايش بفرنسا رجع للتصوير، كمان قزق الممثل العظيم، وان كان انا دوره لهلا بعد ما شفت يعني تمثيله لهذا الممثل فايز قزق، حدا من الممثلين الكبار بالعالم العربي، يمكن بعد مساحته ما كثير واضحه بهذا المسلسل، بس بدون شك مسلسل من اللحظات الأولى يجذب المشاهد، خاصة أنه التركيبة الدرامية اللي مكتوب فيها المسلسل هي هون برمضان مثل ما بقولوا في كتير عندك عروض، أحيانا إذا ما بتقدر تمسك المشاهد من أول لقطة راح عليك الموضوع. على كل حال أنا صح لي فرصة أني سجلت مع سامر رضوان لقاء لبرنامج كلام في الفن وتحدث عن المسلسل، شو رايكم نسمعه وشو بيقول هو؟ شو رايك؟ انا بحب يعني احنا بحب رضوان، عابد فهد، اسماء لها قيمه عند الجمهور. ما الجديد في هذا العمل اللي يحمل اسم دقيقه صمت؟ دقيقه صمت استكمال للمشروع الدرامي الذي بداته في كشف علاقه السلطه بالشارع. هذه السلطة التي لا يستحق هذا الشارع، الألعاب، الاحتيالات وما إلى هنالك ستكون مختزلة وبشكل مختلف قليلا عن لعنة الطين والولادة من الخاصرة في دقيقة صمت. روح بلغ عنا. صرت متصل فيهم أكثر من 50 مرة، قلت لهم رح آخذ إعدام. الرجل الوحيد اللي لفت لي نظري طلع محكوم إعدام. طيب أكيد هنشوف اللقاء كاملة يوم الأحد. الحلقة رح تطلع مع سامر رضوان. مثل ما قلت إنه كان المسلسل من اللحظة الأولى قدر يشد عدد كبير من المشاهدين. بعدين الموضوع عشان موضوع استخبارات وكذا استخبارات وفساد الأجهزة الأمنية، وهذا شيء ما فينا نقول بس إنه موجود بمكان معين، إن كان عم بحكي هو بسوريا. أنا برأيي هذا صار اليوم، شايفين شو عم بيصير نحن بالعالم العربي من وراء موضوع الفساد اللي متفشي لحد كبير بكثير من البلاد العربية. المعالجة ذكية جدا، في أكشن حقيقي بالمسلسل، في تشويق، وفي قصة حب عم تطلع بطريقة منطقية بعيد عن التصوير. المشاهد يعني في الحلقة اللي فاتت تكلمت عن 5:30 انه في صورة مختلفة وفي تقنية هون شيء تماما مختلف. فعلا نحن عايشين بالشارع، عم نشوف الشارع الحقيقي بدون اي يعني بدون اي تزيين او تزييف للصورة، حقيقة عدد كبير من الناس كيف بيعيشوا عم نشوفها من خلال هذا المسلسل. انا بشوفه انه واحد من اهم المسلسلات. اسمح لي، تم تصويره في دمشق؟ في دمشق نعم، وبعض المشاهد اخذت في لبنان نعم. طيب انا خليني اروح الى عابد فهد. نعم يعني قبل يعني كنا نتحدث فقلت انت عابد فهد لا يمثل، هو عباره عن البوم من الشخصيات تقلبها.
يقنعك بكل شخصية فعلا. ما الجديد الذي قدمه عابد فهد تحديدا في هذا الدور؟ أول شيء عابد ليش معجب أنت بهذا؟ عابد لأنه من اللحظة الأولى بينصهر بالدور اللي بيفوت فيه، وفعلا هو اسمه أمير بالمسلسل، تبدأ أنت تنطر شخصية أمير، يعني ما يعني ببطل عابد فهد الإنسان اللي بنعرفه، بصير الشخصية اللي موجودة لشدة وبدون جهد، يعني افتعال الجهد لتمثيل الشخصية، وهي بتصور هذه موهبة، يعني قدرة موهبة خاصة يعني، وهو عنده إياها هاي الموهبة، وهي اللي هاي الموهبة لما قدم أدوار الشر عابد فهد كان متميز ومتألق. أنا يعني كان بجساس الحجاج، الحجاج والجساس وأيضا ضابط الاستخبارات الشرير اللي كان يعني ظالم بطريقة، هو بخبرني مرة أنه ضباط المخابرات أعجبوا فيه أنه قالوا له أنت معنا مش مش علينا. طيب جميل، وقتنا انتهى، بس فادي أبي سمرة، فادي صبيح، لا فادي أبي سمرة، فادي عم يلعب دور قالوا البعض، وأنا بشوفه لا، حسب الشخصية المكتوب مكتوب له هو شخصية ضعيفة ومتروك، بس أنما لازم نشير لمس نقطة، فادي صبيح أنا برأيي ممثل عالمي موجود بهذا المسلسل. شكرا جميل ظاهر.